سريعا برضو في قرارات مجلس اداره النادي الاهلي النهارده يا استاذ جمال، كابتن يعني اهمهم قرارين الحقيقه بوجود الكابتن بدر رجب كمديرا فنيا لقطاع الناشئين، وطبعا اعتماد الامور الخاصه بافتتاح الفرع يوم 1/6 يوم الخميس 1/6 مقر التجمع الخامس. كنت لسه برضو هكلم حضرتك يعني انه كل الانجازات الرياضيه بتتم في صمت من مجلس الاداره وكابتن محمود الخطيب، كلام قليل جدا عن الانجازات، لكن الانجازات بتتحقق على ارض الواقع. وبالاضافه لكده الاهتمام مش فقط بالرياضه، لا، الاهتمام بالانشاءات ده شيء مهم جدا، لان ده يهم الاعضاء اللي موجودين على مستوى القاهره في جميع الانحاء النهارده، سواء في الشيخ زايد او مدينه نصر او في التجمع، طبعا بالاضافه للمقر الرئيسي في الجزيره. طبعا ده كله انا بقول ان هو رؤيه شامله لمجلس الاداره، مش بيهتم بحاجه على حساب حاجه. صحيح. فده شيء كويس. برضو التعاقد او الاتفاق مع كابتن بدر رجب من اولاد النادي اللي لهم تاريخ كبير في مجال تدريب الناشئين، وله بصمات في دولة الإمارات العربية الشقيقة في نادي الجزيرة. نعم. برضو عودته أو توليه المسؤولية أعتقد إن ده قرار كلامه النهارده الحقيقة معانا محترم جدا جدا، وبيقول لك يعني أنا هو لا هو بدري طول عمره واقعي ومحترم وبتاع شغل يعني. حقيقي. يعني الحقيقة يعني من معرفتنا بيه طوال السنين اللي فاتت هو راجل عملي جدا، وأعتقد إن هو هيعمل برضو طفرة في الناشئين في النادي الأهلي. أستاذ محمود. لا شك طبعا كابتن بدر رجب يعني من عاوز اقول انه فتره من فترات كثيره من العناصر المميزه كانت من يعني اكتشافات واكتشافات المجموعه كانت بتعمل معاه في هذا التوقيت. عودته اعتقد ستكون برؤيه مختلفه لمجلس اداره النادي الاهلي في قطاع الناشئين، اعتقد انه هيكون الهدف الاساسي هو البحث عن المواهب المختلفة. طيب دايما في فترة من الفترات يمكن ايام الكابتن حسن حمد ربنا يديه الصحة، و صدر وقتها قرار بانه الاهلي هيكافئ كل مدرب يبحث او يكتشف لاعب مهم مهاري بشكل مختلف. اعتقد بدر رجب في وجود طبعا عاوز اقول انه في بذلت محاولات عشان يرجع قبل كده بدر رجب بامانه شديده، لكنه كان عنده ارتباط بعد مع نادي الجزيره الاماراتي، ورب الراجل برضه حب يحترم تعاقداته وكده، فجيه في وقت اعتقد ان ده الوجه الشكر لبروكتش ويعني برضه على الجهد. طبعا خالد بيبو عمل جهد كبير جدا في الموسم في الفتره اللي فاتت، لكن اكيد مع بدر رجب هيكون الوضع والسيناريو مختلف، اكيد هيبقى في يعني عاوز اقول يعني شيء مختلف من وجهه نظري، انك انت تدور على الحته الناقصه، انك انت يبقى عندك ربط مهم جدا من كولر بقطاع الناشئين، لازم يبقى في عين وفي بصه طيب. مختلفه، هي دي النقطه هي دي اللي انت بتقوله ده، لانه انا ده اللي انا هطلع منه للصور اللي انا هوريها لحضراتكم ولتمرينه النهارده. النهارده مستر كولر احيانا انا سعيد جدا بالكلام اللي حضرتك بتقوله ده، لانه كلام مهم جدا. ويودينا لايه يا استاذ جمال؟ بيودينا ان احنا عندنا مدير فني واعي ومدير فني يستطيع ان يفكر للمستقبل بشكل جيد. ليه انا بقول الكلام ده او ليه بقوله دلوقتي؟ يعني لانه النهارده احنا لقينا مجموعه من الشباب، معرفش الصور عندكم يا شباب ولا مش عندكم يا شباب، الصور المتميزين في قطاعات الناشئين، المتميزين في قطاعات الناشئين، برافو. 2005 و2006 طبعا. النهارده يوسف عفيفي، عبدين، احمد عبدين، مجموعه اللاعبين اللي هم زي ما حضراتكم شايفين كلهم اسماء، انتظروا هذه الاسماء لانها اسماء ستكون خلال الفتره القادمه هي نواه المستقبل او نواه الفريق خلال الفتره القادمه. وده اللي انا عايز برضو يعني ده يلفت نظرنا النقطه انه قطاع الناشئين الحالي حتى قبل ان يتولى كابتن بدر رجب الامر بيسير بشكل عمل تكاملي، يعني كله بيكمل شغل. صحيح. يعني مش عايزين نقول ان الفتره اللي فاتت كلها كان في اي مشاكل او اي عيوب، بالعكس بالعكس، انما هو عمل دائما، ودائما النادي الاهلي بيسير على هذه السياسه عموما، اللي هو ايه، انه كل فتره بيحصل نوع من التغيير كايه تواصل اجيال طبعا، يعني انه اللي موجودين قبل كده اشتغلوا وعملوا جهد كبير جدا وقدموا الوجوه اللي احنا بنتفرج عليها دلوقتي،